هل صادفت مؤخراً مصطلح التوظيف الذاتي؟ وهل يختلف عن مصطلح العمل المستقل أو ريادة الأعمال يا ترى؟ التوظيف الذاتي هو قيام الشخص بالعمل لحساب نفسه وليس لجهة أو مؤسسة بعينها، ويشمل أنماطاً مختلفة منها العمل المستقل وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأما العمل المستقل فهو نمط عمل غير تقليدي يحقق فيه الفرد دخلاً عن طريق العمل بشكل مستقل ومرن، ويقدم من خلاله خدمة مهارية بشكل مؤقت لتنفيذ مشاريع أو مهام عمل مؤقتة، على عكس العمل التقليدي الذي يحصل الموظف بمقتضاه على راتب متكرر، أو رواد الأعمال الذين لديهم التزامات تجارية بشكل مستمر. وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي www.aefreelancer.ae، التي تقدم للمستقلين أصحاب المهارات الوطنية الذين لا تقل أعمارهم عن 21 عاماً فرصة للعمل المستقل، لتحفيزهم على اختيار التوظيف الذاتي كمسار مهني حيوي وتعزيز فرص النمو في هذا المجال ضمن بيئة تنظيمية داعمة. وتشكل المنصة حلقة وصل بين المستقلين والجهات الاتحادية وشبه الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، وتتيح هذه المنصة للجهات فرصة الوصول إلى المهارات والطاقات الإماراتية الاستثنائية في مختلف المجالات، الحصول على خدمات ذات جودة عالية بأسعار أقل من السوق، تخفيف الضغط على الوظائف. كما تتيح المنصة للمستقلين في دولة الإمارات فرصاً كثيرة، من أهمها المرونة في زمان إنجاز العمل ومكانه، الربح المالي، صقل المهارات واكتساب الخبرات، المرونة التعاقدية، تسهيل الوصول إلى الجهات الحكومية والخاصة. بمشاركتكم تثمر مشاريعنا الوطنية.